إذا مشاهدينا الكرام، مستمر معاكم خلال تغطيتنا لهذا اليوم. راح نتكلم أكثر عن المسيرة الحسينية من خلال الضيف. تواج معنا بالاستوديو الرادود حيدر جبار، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية وعلى قناتكم الموقرة وقناتكم المباركة. عظم الله أجوركم. عظم الله أجوركم. طبعاً ملا حيدر، إحنا أكيد نريد نخوض مع حضرتك العديد من الأمور، لكن الوقت ما يسامحنا بهذا الجانب. نريد نتعرف على من خلال حضرتك بمن تأثرت وش وقت بديت تقرأ القصيدة الحسينية، وما هي النظام اللي تقرأ فيه القصيدة الحسينية؟ إحنا بدايتنا كانت من بعد السقوط. نعم. وبالألفين وسبعة تقريباً. بدينا بهذا المشوار، بدينا من خلال المواكب الحسينية، من خلال مواكب الزنجيل. أحسنت. وبدينا وتأثرنا بكثير من بالمناطق. حتى نستغل الوقت أكثر معكم لنسمع لأبي عبد الله الحسين. سلام الله على أبو عبد الله الحسين، قصيدة لعليلة الحسين سلام الله عليه. ليش نحبهم ما يضلون؟ ليش خلوا دمي تبنص لي عيون؟ ما حنوا علي أنا أصفج بدي. ليش السافرة وما خلوا اسمع؟ خلوا بس دمي بعيون الاحبار. خلوني انا اطر دقتي البار. شف اعزاز قلب عليهم ينصار. ليش بس يا دهار دقاتك ويا؟ ليش ما حد يواسين على بلواي؟ راحوا للمنية أنا صويج بداية. أحسنت. بارك الله. يعطيك الصحة والعافية. الله إن شاء الله. إن شاء الله. بصورة عامة حاليا أنت كمنشد. نعم. تحس إنه الساحة كثير به المنشدين قدموا هذا الأداء الممتاز وشوف حاليا. نعم. على المواكبة الحسينية. والله يعني حاليا باللي قاعد نشوفه أنا جاي أشوف للأدنى. يعني جاي أشوف القصيدة الحسينية ما قامت مع احترامي للمنشدين. أكو بعض المنشدين يعني خلوا بها آلات موسيقية زايدة. نقول عليه. وكو بعض المنشدين لا جاي يرتقون بالمنبر الحسيني بصورة صحيحة. نعم. طيب حضرتك تقرأ للتراث الحسيني؟ نقرأ للتراث الحسيني إن شاء الله. تفضل. جينا ننشد كربلاء مضيعينها بها زينب قالوا يسرينها. يسراها ولا لها واحد في زين او شال حاد يضعونها بساعي وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع؟ ما يدلون الشريعه وينها. أحسنت. بارك الله فيك. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. وحفظك. نسمع أيضا أنك قصيدة لأبي فضل العباس. إن شاء الله لأبو الفضل العباس قصيدة دائما نقراها بين الحرمين. نعم. قصيدة للحوائج، قصيدة لشفاء المرضى. سلام الله على الفاضل. وإن شاء الله أسأل الله بحق الحسين أن يجعلنا وإياكم من السائرين والزائرين لخدمة الحسين. آمين. يا عباس أريد أن حاجتي منك. يا عباس ابن حرسين حلفنك. يا عباس أريد أن حاجتي منك. يا عباس ابن حرسين حلفنك. جيتك سيدي وانا المرض هدني.
كم دكتور قصده وبس يواعدني قصدتك سيد واظنك تردني انا بشخصك لذت مولاي ساعدني يا عباس اريدك تنظر لحالي يا عباس ورد فرحان لعيالي وشلون بهاي يعوف انك يا عباس. نعم شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا نعم تفضل. الله يعزكم ويوفقكم لهاي القناة إن شاء الله اللي احتضنت كثير من المنشدين المظلومين اللي كانوا ما عليهم هذا ما عليهم إعلام. كان نتمنى أن نأخذ وقت أكثر لكن وقت البرنامج ما يسمح والتوصيل كان متأخر إن القناة إن شاء الله نلتقي بك بحلقات أخرى إن شاء الله. لي الشرف لك الختام يا فرح. نعم عظم الله أجوركم مشاهدينا الكرام وأحسن الله عزاكم. اللي نتمنى دائما إنه تكون زيارة الإمام الحسين هي رسالة وصورة لكل العراقيين ونوصل هذه الصورة لأبعد حد ممكن. يا ربي إن شاء الله تتم الزيارة بخير وسلام على كل أهلنا وناسنا وعودة ميمونة لكل زائرنا الكرام. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.